ربما يكون كل ذنبهم أنهما مجندان في جهاز الشرطة، فأطلق عليهم مجهولون 19 طلقة من رشاش آلي أودت بحياة مساعد الشرطة محمد عبد المنعم والرقيب أول أحمد عبد الحافظ. سمعت ضرب نار، طلعت لقيت عم محمود العسكري اللي هو حارس على البنك ما واقع من مع كرسي وغرقان دم. بطل على العسكري التاني لقيته ورا العربية التانية وسايح في دمه بس في الروح. كشف الحراسة هذا الذي كان يحرس أحد البنوك بميدان سفينكس بالمهندسين بات شاغرا الآن، فتيتمت أسرة عم محمد وتترقب أسرة الرقيب أول أحمد في قلق نجاته من الحادث. أنا نفسي أفهم بقى يعني هم استفادوا إيه؟ اللي عمل كده استفاد إيه من اللي عمل؟ يعني أنت دلوقتي موت ناس مالهاش ذنب، معلش العساكر دي مالهاش ذنب، ده بيحرسونا، يعني أنا نايم جوه وهو بيحرسني، لما يموت ده معلش برضه أوعى استفاد إيه؟ المواطنون استنكروا مثل هذه الحوادث التي يموت بسببها المئات من الضباط والجنود بدون وجه حق، مطالبين وزارة الداخلية بمزيد من الحماية للضباط والجنود. العسكريين دول يعني راحوا لوجه الله كده ما بدون مقابل. نطلب وزير الداخليه بشده الاكمنه، ما فيش اكمنه في الاماكن الحيويه هنا في ميدان سفنكس جامعه الدول العربيه، ما فيش اكمنه، في احمد ربه ما فيش كمين. اولاده بيتيتموا، بيرمل زوجته بتترمل، احنا ضد الارهاب وضد قتل العساكر اللي مالهاش زمن، مالهاش ذنب هي اللي بتدفع الثمن. بنطالب بحمايه العساكر ديت، لازم يعيدوا النظر في العملية الأمنية للعساكر اللي تمسك حراسات على البنوك، لازم على الأقل يكون عنده واقي، حاطط واقي ضد الرصاص. منذ عزل الرئيس محمد مرسي وتستهدف جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبعض الجماعات المتشددة الأخرى، رجال الجيش والشرطة في محاولة لزعزعة استقرار البلاد وتثبيت عزيمة قوات الأمن. ولا يزال مسلسل اغتيالات ضباط وجنود قوات الأمن مستمرا، لكن مع تقديم رجال الشرطة أرواحهم فداء للوطن والعمل، لا بد من توفير مزيدا من الحماية من أجل الحفاظ على حياتهم. محمد رياض، الحياة اليوم.